إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم هذا البرنامج. صدق رسول الله. الله زاد محمدا تعظيما. تمتاز الإذاعة المصرية دائما أبدا بأنها يعني صانعة للأجيال، يعني كل جيل بيتعلم من الجيل اللي سبقه وبيستمر هذا التعليم وهذا التدريب في يعني كافة مناحي العمل الإذاعي. الحقيقة إنه لو تحدثنا عن شبكات الإذاعة المصرية، كل شبكة لها دور مهم، منها طبعا وعلى رأسها القرآن الكريم اللي بتتطور وتزداد نموا كل يوم، وعدد المستمعين بيصل إلى 40 أو 50 مليون في هذه المرحلة، وده مؤشر ودليل على إنه الإذاعة مستمرة، على إن دورها مستمر، على إنه أعداد المستمعين بتتزايد يوميا. الله زاد محمدا تعظيما. ولم يكرم الله شهرا كشهر رمضان المبارك، وقد عظم هذا الشهر الكريم فراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيض بالخير وبالإحسان.